عندما قال العالم المادي من أشد منا قوة؟ طائرات، ناقلات، أسلحة، مصانع، طرقات، شقوا الجبال، من أشد منا قوة؟ جاء كورونا ليقول للعالم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الأرض، ظن أهل الأرض أنهم قادرون عليها، جاءهم فيروس لا تراه العين، فقال لهم الله الذي يقدر على الأرض، إنه القدير، إنه القوي، سبحان الله. جاء هذا الفيروس ليؤدب كل المعاندين وليضعف كل الأقوياء، لتبقى القوة لله جميعاً.